هلا سلاقه You can play on the ground. صار لنا سنين نقول اذا نلعب ببلدنا اذا نلعب بالعراق اذا نسوي اذا نسوي اذا نسوي النتائج راح تكون غير. احنا مو بس لازم نثبت للناس انه احنا بنلعب بغرض مراكم كلش طاقة. اثنين ثلاثة يلا 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 اخواني الاعزاء اليوم قبل المباراه قلت لكم انا الحمد لله مرتاحين الوجوه انا شفتها استبشر بالخير كل مره تتاكدون ان هذا الجيل هو اللي يستحق ان يرسم الابتسامه على وجوهنا